السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أنا طارق الحربي. هذه مرة في فيديو جديد أو طارقو جيمينج يا جماعة الخير. في الفيديو هذا أنا قاعد ألعب في الديفيجن. ليش؟ قاعد أتدرب قبل مباراة الإياب مع دحومي ثلاث تسعات. هل في مباراة إياب مع دحومي ثلاث تسعات؟ هل أنا فزت بالحظ؟ أسئلة كثيرة قاعدين تقولونها في السوشيال ميديا، أنا قاعد أطنش. بس بوضح حاجة صغيرة يا جماعة الخير قبل ما نبدأ فيديو اليوم. أول شيء سوي سبسكرايب. بستناك سوي سبسكرايب بسرعة، ما راح تحرك. خلص سوي لايك، سوي لايك بعدين نتكلم. اوكي، مباراتي مع دحومي ثلاث تسعات، كثير ناس يقولوا لي انت فزت بالحظ وانت يا طارق ما تستاهل الفوز، يا المحظوظ انزل له مره ثانيه. انا اعطيته فرصه قبلها في فيديو، قلت له تقدر تنسحب. رجال استمر انه يلعب ولعبت وفزت، مالك الا تقول مبروك، او ممكن اذا تبي تضيف يا العم مبروك عمي طارق اذا ودك. هارد لك يا جماعة الخير كل الخسرانين في مباراتي مع دحومي ثلاث تسعات. انا عارف في ناس كثير كانوا يبغوني اخسر، ولكن هيهات النمر لا يسقط يا ورع. اليوم راح نلعب فيفا، راح نلعب في الديفيجن عشان اقدر اتدرب اكثر واكثر قبل مباراة الاياب عشان لا اندعس، وبعدين هذا كله راح يصير ضدي. فخلوني العب يا جماعة الخير وان شاء الله، لانه لعبي شوية حسيت فيه صار شوية اسطوري، في العادة يكون مرة اسطوري. يلا لا نكثر كلام ونخش يا جماعة الخير على الجيم. اوريكم تشكيلتي ولا ما يحتاج؟ احس لازم اوريكم التشكيله. اوكي خلينا نشوف اللي ضدنا. الفرق يا جماعه الخير بيني وبين اللعيبه اللي يلعبون فيفا ان هم مشهورين في الجيمنج، مشهورين انهم جيمرز وفنانين مره وناس مره او بي. اما انا مشهور ان انا او بي في اي مجال. طبعا تشكيلتي كالتالي، اللاعب اللي انا اشتريه مجموعة الخير جو من باكيجات انا يعني قول السؤال تاني. فتحت باكيجات، بعد ما فتحت الباكيجات جتني فلوس مره كثير وبعت لاعبين مره كثير، فقدرت اشتري هذول. ديل بييرو، تعلقي بالالكس ديل بييرو ملك ايطاليا احبه مره فعشان كذا اشتريته. مارادونا طبعا، ستيرلينج، بوجبا، كانتي، اللاعب اللي انا اشتريتهم هم 80% انا احبهم في الحياه الواقعيه، فعشان كذا انا اشتريتهم. بسم الله، فهي نبدا الجيم. مباراتنا هذه بطقم الوحدة رمزا لمكة لأنه ولد مكة على الدكة. اوكي، اللي ضدنا يا جماعة الخير عنده كريسبو، ديمبلي، سقراط، عمى، سواريز، فاران ازرق. مسنا حلو، راح اندعس في قناتي في اليوتيوب قدام الله وخلقه. بسم الله. عمي يا كانتي وعمي عيالي، خلينا نشوف في المباراة هذه من هو الملك، من هو اسطورة الفيفا. انا ولا انت؟ اوكي فران نازل لنص الملعب. ترى انا حاط ستيرلينج هناك وعارف انه هو مو الافضل، لان مارادونا يقدر بالرجل هذيك. تكفى يا مارادونا. اوكي انا ما ابغى اوريكم الجانب الفلسفي حقي لاني انا مره فلسفي يا ولد، افقع بطن اللي يتابعني، اسحب واخذ فرق واجيب الهم. مره راح اسمح ان انا اندعس في الجيم، في الجيم حقي. سكول سواريز مستحيل تمر. تكفون يا رجال. عمى يا سواريز كيف مر من كامبل؟ اقسم بالله في اشياء سكريبتد في الفيفا هذا، كيف مر؟ خلينا نرجع نشوف الاعاده. تكفى يا مارادونا اصلع لي حلول. تكفون يا رجال لا تفشل قدام الرياجيل. اول مقطع لي بعد مباراتي مع دحومي اندعس، اقسم بالله قهر. ديل بييرو يصنعها. مارادونا 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 اصنع حل. مارادونا مارادونا هروب سليم. يا دييغو، دام عندي دييغو عمري ما اخاف. يا عمي انقلع 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 يا شيخ، ما عندك شيء، تكفى لا تخبلني. بعدين احس ان اسمه معروف هذا، ميكسي مدري ايش ميكسي. دور عطى بوجبا، بوجبا يلعبها ديل بييرو، ديل بييرو يلعبها لمارادونا، مارادونا هروب واحد، مارادونا رقابه لصيقه من فاران طبعا ما راح تخلي له مكان يلعبها. ليه؟ رحيم مارادونا هروب، ما تحكم بالحارس الكل. تكفى يا مارادونا تكفى، واحده سليمه بط مارادونا. ديجو رماندو اسمه مارادونا. واحد واحد، مستحيل نخسر قدام متابعيني يا ورع. لايك وشير وسبسكرايب عشان هذا هدف. راح اعتمد سياسه جديده لانه هو قاعد يتحكم بالحارس، فلازم نلعب الغير متوقع. تكفى كانتي المرجع، انا احس ان كانتي هوساوي، والله احس ان هوساوي يتكذب نسوي نفسه انه انا اجنبي. واسمه بلال، بلال هوساوي. راكي سقراطس، سكر على سواريز، انا جايب لك كامبل يا سواريز. يا احنا ما نصير
احنا ما نسب احنا ما نسب احنا ما نسب الفيفا الفيفا والله العظيم اني انا قلت ما راح اقصد بس الفيفا قاعده تسوي فيني اشياء ما تسويها فحد كان بلي حاول يلعب كورت ليه كانتي بلا الهوساوي بلا الهوساوي يلعب كورتا ليه مارادونا مارادونا يحاول يلعب دلبير 1 و 2 وجنن 2 و3 يحاول يلعب كمان سبعه دلبيرو حلوه ذي لو مرت يا الايطاليه حق المكرون يلا يا عيال يلا يلا تكفون انا ما ابي اصير ضدكم خاصه بلال يا عيني والله العظيم الهوساوي ذا ان ارجل اقسم بالله دوران سليم تكفى يا دلبيرو ابي اهرب هروب واحد هروب واحد ملك ايطاليا 2-1 له الشوط الاول الفشيله جايه في الطريق تكفى يا راشفورد ما سويت شيء في مباراة دحوم راشفورد يلعبها لدلبيرو دلبيرو دلبيرو راشفورد مرة ثانية مارادونا مارادونا راشفورد 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 حاول تلعب وحدة اصنع لي حل يا راشفورد دوران حلوة دي حلوة دي الدخول على جوا حلوة لو جات على الخاطر كامبل تكفى يا كامبل راشفورد يا عيال لا نتفشل في قناتنا ورب الكعبة تضحكون فينا إلا سليمة مارادونا العب البوكو البوكو وحدة يا دلبي أتو سليم حرام بلا الهوساوي ليش ليش الدوران بطيء كورة سني أوه خلا لا لا شياطين دحومي جتني حظ دحومي وصلي معدي كالكورونا في زمن المكرونة سواريز سواريز يلعب كورة ذا يا الغبنة يعني سويت كل شيء قعدت تتعصر قدام مرموز حكم تصقعت المارادونا اضرب اطق اليد من النص ايش قاعد يصير بالله مو سكريبتد هيا بالله مو هبل والله العظيم غبنا اقسم بالله كذا انا في المباراه اللي انا قاعد اتدرب فيها اني العب ضد حومي القم الرابع ما نبيعك الله نبيعك يا الحمار يا الحمار ما هو بالسير يا طارق من انا من اقول اسماء غلط العب ون هذا باص حاول تعدي عمي يا عمي راح اطق اليد من النص قدام خالتي طيب يا جماعة الخير يعطيكم العافية أتمنى صدق من كل قلبي أنكم ما تسوون شير للفيديو وأن الفيديو هذا يبقى بيننا هذا الفيديو أنا ندمت أنه نزل والله لأنه في مباراة تأهيلي للإياب ضد حومي فشلت خسرت 4-1 شيء مرة يفشل شيء زي الزفت يا عيال زي الزفت وانغبنت يعني كور في القائم وقلة حياة وأشياء سكريبتت قاعدة تصير الظاهر الديربي حقي أنا ضد حومي اسمه ديربي التبن شباب هذا الفيديو لا تشوفونه لا حد يسوي له شير اتمنى فعلا انه ما حد يسوي له شير اي احد سوى شير يكتب تم في الكومنت تحت عشان اكرهه من جوة قلبي وافقش امه بالريموت حقي شكرا يا جماعة الخير كنت انا معاكم طارق الحربي في مباراة فيفا باءت بالفشل في قناتي على اليوتيوب يا جماعة الخير لا تنسون تسوون لايك بس لا تسوون شير وسووا سبسكرايب ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي السلام عليكم.